ديك اللحظة اللي حليت عيني القاتل كان يشوف واحد خلاه ديك اللحظة شفت سايبها بالسيف واحد خلاه لحقاش العملية الأولى داروها ليا بالغاز كيشدو الشبكة بواحد الغاز ولا طاحت ليا الشبكة الحمد لله بدا كيرجع ليا شوف شي شوية غير هو الحاجة مازال كتبان ليا مضببة الماكلة كنت ما تنشوفش كتقرب ليا الحاجة ليدي وما تخلاتش عليا وأنا راه وعد ما عمرني نتخلى عليها دابا وليت كنقدر نخرج مثلا نمشي بوحدي نقدر نمشي حتى للجامع بوحدي السلام عليكم خويا خوتي معكم الكوب الفريد نعيمة اللي كيما كنتو شفتو من قبل كانت مرضات الزوجة ديالي وبكثرت ما بقيت كنجري بها من سبيطار لسبيطار حتى خسرت داكشي اللي كنت كنملك فاش ما لقيتش باش غادي نكمل العلاج للمرض ديالي بقيت كنخمم بزاف اللحظة اللي جلست كنتقاس فاش وقفت هذيك الساعات من بعد ما جيتي انت صورتينا الله يجزيك بخير بانوا محسنين الحمد لله عاونوا الزوجة ديالي دارت سكانير شراو لها الدويات الحمد لله المرض ديالي بدات كتحسن اللهم لك الحمد دابا عندها في اخر اجل عندها في شهر 5 ان شاء الله الكونترول الاخير صافي غادي تكون برات في مره الحمد لله عيطوا عليا ناس في التليفون اتصلوا بيا وعاونوني ماديا ومعنويا الحمد لله عاونوني حيت انا انسان ما تيشوفش ما عندوش اللي يخدم عليه تيعاونوني باش كنعيش لي القوت اليومي كي يعني كيساعدوني باش كنشري ما ناكل وباش كنشري الدواء ديالي باش كنمشي للطبيب حتى مؤخرا عاد نقصت شويه يعني الله يحسن العوان كي يقول لك يعطيك يعيا ولا كيشد ما كيعيش درت العمليه الاولى ما نجحت ليش العمليه الثانيه الحمد لله نجحت ليا ولكن لما كيديروا واحد السيليكون حقاش العمليه الاولى داروها ليا بالغاز كيشدوا الشبكه بواحد الغاز ولا طاحت ليا الشبكه ودابا الشبكه شادينها ليا بالسيليكون داك السيليكون تيكون بحال الساق شاد العين ملوي على العين دابا العين واخا كندير لها التقطيره ما كنحسش بديك النقطه ديال التقطيره فاش كتحط ليا العين حيت العين ملويه عليها ميكا ما يمكنلكش غادي تحس بشي حاجه الحمد لله بدا كيرجع ليا شوف شي شويه غير هو الحاجه مازال كتبان ليا مضببه من بعد ما درت العمليه الثانيه بديت ما كيبان ليش كتبان ليا الظلمه ديال داك الزيت مع المده شويه بشويه شويه بشويه واحد النهار بدا كيبان ليا شويه الضوء الحاجه كنشوف كتبان ليا الحاجه ولو الالوان ما كيبانوليش مزيان بدات كتبان لي الحاجه راه بحال اللي كيتولد الانسان من جديد كتحس بواحد الامل كبير بواحد الفرحه كترجع لك للحياه انما راه بحال اللي متي وليتي حيد الحمد لله هذا القدر ديال الله اللهم لك الحمد فاش فقت شت بحال هكا وبان لي الضوء وقلت اللهم لك الحمد هذا فضل من عند الله اقسم بالله كنت هذيك الساعه بحال كنحلم بنت لي الام ديالي جايه لعندي هكا حتى وصلت حطات لي خبزه على الصدر ديالي ومشات انا فقت كنقول موي ديك اللحظه اللي حليت عيني لقيت كنشوف واحد الله ديك اللحظة شفت سايبها بالسيف وحق الله ديك الساعة مشيت قلت لهم الحمد لله بدا كيرجع ليا الشوق جراتني مراتي ومشيت لعندهم وفرحو مالي نطار بزاف حيت بدا كيرجع ليا الشوق والحمد لله الحمد لله بديت من تما كندير كونترولات كندير كونترولات نهار 14 في شهر 3 درت واحد الليزر قالوا لي غادي نحاولوا نحيدوا لك ديك الجلاله اللي تحت العدسه اللي ناط لك تحت السيليكون مع العدسه تكونت لي تحتها واحد الجلاله بحال الضبابه قالوا لي غادي نحيدوها لك بالليزر لما بدا واحد الدكتور اللي حيدها لي بالليزر قال لي الجلاله مازال رقيقه ممكن نقدر ناثر لك على الليزر نحرق لك الشبكه ولا شي حاجه احسن نديروا لك العمليه نيشان نحيدوا لك السيليكون ونحيدو لك هذيك الجلاله دابا عندي ان شاء الله غدا ان شاء الله نرجع لفاس الباب الحديد ان شاء الله باذن الله نحيد ديري لي العمليه ايرجونس باش غادي يعطيوني نعاود
ندير التحاليل والتخطيط ديال القلب والراديو ديال الصدر على حساب باش يشوفهم المبلج اللي غادي يدير لي البلج، باش عاد كيعطيوني النعس باش نعاود العملية ان شاء الله. العين اللي كنشوف منها شوية يعني كينقذوا لي غير واحد العين، اما وحدة قالوا لي مشات. يعني راه هي كي كتشوف راه تفيكسات رجعت لي الجن. كتسلم امرك لله، كتقول الحمد لله هذا قدر ديال، كان مقسم عليا ربي هادشي ملي كنت قبل ما نزل، راه داكشي اللي قسموه علينا ربي في الحياة غندوزو. شفت حتى هي تسلمت امري لله، قلت هذا قضاء وقدر، اللهم لك الحمد على القدر ديال الله. سلمت امري لله وها انا هكا الحمد لله. فاش كيبان شي محسن اللي كيساعدنا راه كنشري الدواء وكنكونوا واكلين وشاربين انا ومراتي، ام حيت ما كيبانش راه هكا. خويا درت قناة في اليوتيوب انا والزوجة ديالي، حيت هذه فكرة طيحوها لنا شي ناس الله يجزيهم بخير، قالوا لنا علاش اللي ما ديروش قناة ديالكم في اليوتيوب، يبقاو ممكن يدخلوا الناس يشوفوا القصة ديالكم والمحتوى ديالكم وهادشي، يقدر القناة ديالكم تقدر تساعدكم شوية على الشراء ديال الدواء على القوت اليومي. شحال الحق شحال قد بنادم غيبقى يعطيك صعيبة القضية. القناة خويا وخا درناها مازال ما كنخلصوا عليها، مازال يعني ما فيهاش المشاهدة بزاف. المحتوى كنهضروا على القصة ديالنا كيفاش وقع لينا، او شي بعد المرة الى لا شي واحد بغى يخرجنا مثلا يدير فينا خير يسارينا شوية، كنخرجوا وكنصوروا بحال هكا شي طبيعة او لا شي حاجة كنلوحوها، هذا هو المحتوى ديالنا. يعني اما كنصوروا شي طبيعة او لا تبان مراتي كطيب شي حاجة او لا بحال هكا، نكونوا خارجين كنتسارو في شي جردة حيت الفورم هنا حدانا، الفورم ديال عباد الله موجودين، كتخرجني مرتين نشمو شوية ديال الهواء وكيصورونا كيديروا لنا شي فيديو بحال هكا كنلوحو. الحمد لله دابا النفسية ديالي ارتاحيت، ما بقيتش بحال هذاك الاول. الحمد لله دابا وليت كنقدر نخرج مثلا نمشي بوحدي، نقدر نمشي حتى للجامع بوحدي نصلي، نقدر نمشي بحال هكا بشويه عليا حتى للحانوت حيت كيبان لي فين كنمشي. ولكن من غير هادشي مثلا يوقف قدامي صاحبي مثلا صديق ديالي يوقف قدامي وما يهضرش معايا نشوف فيه ما نعقلش الوجه ديالي، نقدر نعقلو باللباس مثلا تبان لي الحوايج ديالو نشوفو شنو لابس، نقدر نعقلو بالكولور ديال اللباس، اما الملامح ديال الوجه مازال ما كيبانوليش حيت العين ديالي عندها داك السيليكون والعدسه، العدسه تحتها الجلاله دايره لي الضبابه كتبان لي الصوره واضحه. حيت الحمد لله حنا راه دزنا في ابتلاء ايه، شنو هي معنى ايه؟ حنا راه حنا ايه. علاش؟ سبحان الله العظيم تزوجنا انا وياها 4 سنين، دا الزواج ما جابش الله وليدات، مشينا التجأنا عند الطبيب داروا لها التحاليلات لقاوها ما كتولدش، قالوا لها ما يمكنلكش تولد هكاك. انا ما تخليتش عليها، بقات كتبكي، قلت لها شوفي راه غنعيشو انا وياك باللي قسم ربي، ما غاديش نتخلى عليك حتى تدفني ولا ندفنك، بقينا هكاك وفيت الكلمه ديالي ما تخليتش عليها وعشنا بخير وعلى خير. والله مرضات هي وبسبب المرض ديالها ما سخيتش بها باش غنفقدها، بقيت كنخمم وكنبكي هذاك النهار تقريبا من العصر وانا كنبكي حتى المغرب النهار اللي غيمشي ليا الشوف. صافي جالس حاني راسي وكنبكي، علاش؟ كنشوف مراتي غادي تموت وما عنديش كي غندير ننقذها، مع والمي راه ربي كبير. والحمد لله النهار اللي تعميت انا ربي جاب لها هي الشفاء، المكنة قالوا لي راه عندها سرطان انتشر عليها ما عندهاش العلاج. هي ديك الساعات من بعد فاش بقات كتعطيها الام ديالي الحليب ديال البقر تشربو بدات كتشافها شويه بشويه، فاش رجعوها للسبيطار لقاو داكشي بدا كيتحيد، فاش قلبو وعاودو تحاليلات وداكشي لقاو السبب ديالها، السبب ديالها ماشي كونسير، السبب ديالها واحد العشاها هي راها كاينه لهيه، واحد العشه فيها الدجاج، وهي هزات الدواء ديال السيبانه ديال البصله ومشات دارتو لهذيك القميله ديال الدجاج حيت كانت مقرقه الدجاج وكيديروا واحد الوخوش دارتو وما دايرهاش الكمامه وشمات هذاك الدواء وناضت حاولت ديرو كاك الدبان، ما ظناتش بلا هذاك الدواء يقدر ياثر عليها، هي شماتو رد الهريه ديالها انتشر عليها رد الهريه بيضه وصلها للمرحله ديال الموت، هما كيقولوا الكونسير انتشر عليها. العيمه كنشكرها بزاف حيت هي ما تخلاتش عليا، كبحات معايا جراتني
الماكلة كنت ما تنشوفش، كتقرب لي الحاجة ليدي وما تخلتش عليا، وأنا راه وعد ما عمرني نتخلى عليها. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.